مشاهدينا، حلقة جديدة من هنا ليبيا، أهلا بكم. الحرائق تلتهم من جديد غابات الأثرون. أزمة غاز الطهي بدرنا. أصحاب العقود المتعثرة ووقفة احتجاجية. كارثة تتكرر كل عام على مرأى ومسمع الحكومات المتعاقبة دون وضع حلول جذرية لها، فالحرائق تلتهم من جديد غابات منطقة لاثرون غرب درنا رغم محاولات الدفاع المدني والسلامة الوطنية لإطفائها، إلى أن التضاريس الوعرة والجبال والغابات المتشابكة حالت دون إخماد هذه الحرائق التي لم يعرف سببها بالتحديد. وذهبت المطالبات المتكررة بتوفير طائرات إطفاء أدراج الرياح مثل ما ذهبت بعض أشجار هذه الغابات وتحولت لرماد تذروه الرياح. نحن الآن في منطقة لاثرون حيث تشتعل خلفي تماما النيران على قمة هذا الجبل الذي يصعب الوصول إليه. الدفاع المدني وأجهزة أمنية أخرى متواجدة في هذا المكان لمحاولة إطفاء هذا الحريق الذي يتكرر كل عام في هذه المنطقة، وهو حريق كبير نوعا ما. الجهات هنا تحاول بقدر الإمكان السيطرة على هذا الحريق، ولكن يطالبون بوجود طائرة إطفاء للوصول إلى هذه الأماكن الصعبة. هذه الحرائق يذكر أنها تتكرر كل عام في هذه المنطقة التي تكثر فيها الغابات، منطقة رأس هلال ولاثرون خلال فصل الصيف. نتابع. وردت إلينا معلومات مفادها أن هناك حريق قد شب في منطقة لاثرون وغرب لاثرون الساعة 1 ظهرا، حيث انتقلنا لعين المكان لقد وجدنا سيارات الإطفاء هي منكبة من دارنا ومن البيضة ومن الشحات ومن لاثرون. شباب ما لعليهم داروها مقصرة، لكن الوضع الحالي يلزم إمكانيات أكثر من هيك، يلزم طيران. تعال أنا منا. النار طبعا في مناطق في مكانات متفرقة على رأس الجبل، وتم استدعاء نطول من قبل وحدة لاثرون لأن النار كبيرة، وكان الأمر صعب شوي لأن لعدم وجود إمكانيات كافية للصعود على الجبل. فجان السيارات، لكن للأسف الشديد أن السيارات تمينا نرجو في النار ونرقولها ويطفوا فيها الجماعة بشكل مبدئي، نطفوا باسطوانات إطفاء. والمفروض أن نحن الجبل الأخضر ديما تعرضوا للمضحف كل سنة، وكل سنة في مواقع نفس المواقع هذين وأماكن وتضاريس صعبة. فهنا ضروري ضروري من طائرة إطفاء، لأن نحن بدون طائرة إطفاء الجبل الأخضر كل سنة نحن واخذين عليه. صارت في عين مارة السنة اللي فاتت وقعدوا فيهم كم يوم وصعب السيطرة عليها وكم خسائر مادية وأمور واجد، ونحن تبين نخافوا حتى من الخسائر البشرية. أن واحد يقعد في الغابة ينزر، انزلوا اثنين بحالة اختناق، جبنا لهم حليب ودينا لهم الإسعافات الأول، لكن الموضوع كله اللي يرقى في جبال وبينزل من جبال، فيت ما تقعد لياقته قوية، فهمت الفكرة؟ وفي نفس الوقت حتى نسبة السيطرة كيف بيسيطر؟ هو عنده اسطوانة إطفاء إمكانيات ضئيلة، سيارة نار خفيفة، هذه غابة وتضاريسها صعبة. ونحن لعند توا نحن أعلن طواري 24 ساعة قاعدين في النار متمركزين، ودزيت على جميع اسطوانة الإطفاء في الفرع وجميع اسطوانة الإطفاء اللي في قسم درنا، وإن شاء الله نبغوا نرقوا ومن قريب. نطالب بطيارة إطفاء، توفير طيارة إطفاء، لأن رأى الوضع صعب 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 جدا جدا جدا. وعلى السادة المسؤولين يتنبهوا للأمر هذا. ولا تفوتني الفرصة أن نرحب بكم القناة اللي كانت موجودة في الحدث الحقيقة، ونستغل الفرصة باش نناشد الجهات المسؤولة والدولة في توفير بصفة عاجلة إطفاء الطائر والإمكانيات والمناشير وفتح خطوط النار ويتعلق بإخماد الحرائق، لأن هذا في تطورات في معدات حديثة نحن نستجلها بالفعل للقضاء. لو كان في إطفاء طائر كان ممكن في الساعات الأولى ممكن إخماده، ونحن توا ساعات متأخرة وما زالت النار على قمة من الجبال كما تشوفوا ملتهبة، واللي طلع للقمة برضو طلع بصعوبة شاقة ونزل بصعوبة شاقة، ونحن كلنا أمل أن الرياح إن شاء الله الساعات الأولى تكون أقل سرعة وتشاركنا في الإخماد. وبارك الله فيكم على الحضور، ونشكر كل الجهات المسؤولة اللي شاهدت. وعن آخر المستجدات ينضم معنا من مدينة درنا مراسلنا إبراهيم الغضبان. مرحبا بك إبراهيم، ضعنا في صورة آخر المستجدات بخصوص حرائق الأثرون.
مساء الخير نسرين وللسادة المشاهدين. أنا الآن حاليا متواجد في منطقة لاثرون. القصة بدأت ظهيرة الأمس على تمام الساعة 1 بعد الظهر، حيث ورد بلاغ لجهاز الدفاع المدني وهيئة السلام الوطنية بنشوب حريق في قمة جبل جنوب منطقة لاثرون. والحقيقة وجدنا أن هناك جبلين، ليس جبل واحد، يعني حريقين على جبلين في مكانات مرتفعة جدا يصعب الوصول إليها. توجهت حينها بالأمس فرق الأطفاء والسلم المدنية والأجهزة الأمنية الأخرى لتدارك الأمر، لكن حال دون ذلك الموقع الجبلي الكبير والواسع والصعب والانحدار الكبير لصعوبة الوصول. طبعا منطقة لاثرون تقع قرب مدينة درنة بحوالي 40 أو 45 كيلومتر، هي منطقة جبلية وعرة بها غابات متشابكة. صعوبة الوصول لمثل هذه الأماكن يتكرر كل عام، ولكن الأمس ليلا قامت فرق الإطفاء بمساعدة أهالي منطقة لاثرون ومديرية أمن درنة وغيرها من الجهات بالوصول على الأقدام، ومعهم أسطوانات الإطفاء الصغيرة حقيقة بإمكانيات بسيطة جدا وإمكانيات يدوية، قاموا بإطفاء أحد هذين النارين الموجودين على الجبلين بإمكانيات بسيطة جدا وإخمادها، ولكن ليس بالشكل الكامل، لكن يعتبر إنجاز كبير جدا لما رأيته بأمس وشاهدته بأم عيني. كانت مخاطرة جدا من هؤلاء الشباب بصعود هذا الجبل على الأقدام والوصول إلى منطقة النيران. طيب إبراهيم، ما هي الجهات اللي ساهمت في عمليات الإطفاء؟ الجهات حقيقة وجدتها بالأمس وفجر هذا اليوم كانت كثيرة جدا، على رأسها طبعا جهاز الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، وحقيقة جهاز الدفاع المدني كان مدينة درنة ومدينة البيضة ومدينة لبرز وأيضا منطقة لاثرون، مديرية أمن لاثرون ومديرية أمن درنة، أيضا جهاز شرطة الزراعية المستوى الجبل الأخضر كانت حاضرة، جهاز شرطة زراعية درنة متواجدين، جهات الأمنية الأخرى بصفة عامة تواجد، الهلال الأحمر أيضا كانوا متواجدين، أهالي المنطقة وسكانها أيضا كانوا متواجدين وساهموا بإطفاء محاولة كبيرة لإطفاء هذه الحرائق. حقيقة كل الجهات انضمت لهذا المكان بحكم أن هذا المكان سياحي، وأيضا خوفا على تمدد هذا النار، خاصة بالأمس كانت هناك رياح شرقية ساهمت بانتشارها بشكل كبير، وعلى قمة الجبل كانت صعبة جدا، فكل هذه الجهات كانت متواجدة وساهمت معا في محاولة لإخماد هذه الحرائق. طيب إبراهيم، هل تم معرفة الأسباب وراء هذه الحرائق والحريق الهائل بالذات، وهل تم تحديد نسبة الخسائر؟ حقيقة طبعا كل الجهات تواصلت معها سواء الأمنية أو شهود عيان أكدوا شيء واحد، أن هي مفتعلة، ولكن لم يؤكدوا إن كانت هي متعمدة أم لا، لأن مثل هذه الحرائق لابد أن يكون وراءها شخص ما أشعلها يعني، لكن باتفاع عامة لا يمكن تأكيد إلى هذه اللحظة إذا كانت متعمدة أم أنها غير مقصودة للسائحين. مثلا نقول بالعامية نحن درادة من درنا أو من خارجها، لم يعرف السبب رسميا حتى الآن، بحكم أن مثل هذه الحرائق يصعب التكهن بأسبابها، لكن هي مفتعلة تظل مفتعلة حتى الآن. نعم، من مدينة درنا مراسلنا إبراهيم الغضبان كنت معنا، شكرا لك. وإلى درنا أيضا، حيث شهدت المدينة خلال الثلاث أشهر الأخيرة أزمة في اسطوانات غاز الطهي، والذي يصل بكميات قليلة وعلى فترات متقطعة. فما هي الأسباب هذه الأزمة وما هي الحلول المقترحة؟ نشاهد الإجابة في هذه المتابعة التي أجرتها القناة مع أحد مسؤولي مراكز توزيع الغاز بالمدينة. كم عندنا موزعي غاز في مدينة درنة الضوحية تقريبا؟ مدينة درنة الضوحية على ما يقارب 13 تشاركية، واللي يخدم 9 تشاركيات. في أزمة في مدينة درنة المدة اللي فاتت من شهر رمضان تاع الجاي، شنو أسبابها اللي خلت طول المدة؟ الأزمة هذه استمرت على ما يقارب شهرين ونص أو 3 شهور. الأزمة هذه بدأت من قبل رمضان. من السائل اللي يوصل من بنغازي لمدينة طبرق، طبعا هذان يوصلنا في سيارات ساحب نقل البضائع، هذان زي ما تقول مثلا الناس صايمين وفي وحدين يرقدوا وحدين ما يبوش يشتغلوا وكذا، فنقص السائل شوي على مدينة طبرق، فهمت؟ وتوا السائل ان شاء الله متوفر والامور تمام ان شاء الله حتنحل. نحن اللي نطلبوها من شركة طبرق تزويد مدينة درنة، تزويد مدينة درنة بالغاز. درنة كثافة سكانية 280 ألف نسمة.
بعكس يعني مثلا المناطق المجاوره المرزه قايقب تميمي، بالعكس يعني درنا باعتبار هي وطبرق يعني نفس الكثافه السكانيه، يعني طبرق في يوم لحد او يبقى لحد درنا يوم الاثنين طبرق، طبرق يوزوا لها في 14 سياره 15 سياره، ومع ان درنا ينزلوا لها يوم لحد يدزوا لها في سيارتين ثلاث سيارات، يعني انت كتقول لي مثلا يوم لحد والله يوم الثلاث درنا تدز لها ثلاث سيارات، درنا مثلا تجي للموزع 71 في ال 400 جه سياره، ووادي الناقه جه سياره، والفتيح جه سياره، يعتبر درنا ما هي درنا الفتيح مدينه درنا سياره واحده تعتبر، فهمت؟ نحن ما تكفيش، فهمت؟ فنحن نبو شنو زي ما تقول مثلا شركه طبرق هذه تزودها بكميه، وزي ما تقول نمشوا بالجدول بالتساوي، مثلا التشاركات اللي خدمه تو 9 من 1 ل 9 نبدا من 1 9 2 3 4 لعند التسعه، واللي خالف منه ننزل للخمسه، ما ننزلش مثلا نرقى ناخذ ثلاثه ولا ناخذ اثنين، لا مش بالتسلسل، نبوه بالتسلسل، نبوه بالتساوي بس. فهذا وبالنسبه للتوزيع هذا النهائي، مثلا الناس تسمسر وتطلع برا وتبيع برا، تو مش وقت لسمسره لشيء، لان الغاز زي ما تقول مثلا نقص حاد في مدينه درنا، والتوزيع والان هذا طبعا بالحرس بلدي والامن البحث الجنائي والامن الجهات الضبطيه، طبعا هذا يجوا يمسكون، هذا ينظموا في الطابور وينظموا في البني ادم، واللي يجيك هذا من حرس بلدي مسكين عليه ولا من البحث الجنائي ولا من مواطن، يبي يجيك حتى هو مسكين عنده بنبتين وهذا ياهي بنبتين حتى هو يبي ياخذ، لما نحن انت بيصبي وبينظم على الطابور بتقول له ما تخلصش أكيد يبي ياخذ، والناس يقول لك لا حمية حرامية أنا سرق، نحن والله الطلبية اللي فاتت قدام الحرس بلدي قسما بعز جلالة الله وزعنا قريب 265 اسطوانة، مسكت قريب 25 اسطوانة، عدا خمسة والله ستة ولا سبعة لله، والباقي زي ما نقول بنيخي وبنيخي وبشرة تسوى، وما زالت عند الآن والله بعز جلالة الله ما في واحد راضي. انت بحضرتك استاذ ابراهيم بحضرتك عندك اسطوانه غاز، ما عندكش اسطوانه غاز، انا كتسوي على فرنيلو صح؟ صح. فنحن اللي نطلبوه من شركه طبرق ان زي ما تقول مثلا تراعي الكثافه السكانيه زي طبرق، تعدلها بالتساوي زي ما تقول مثلا تعطي 14 سياره، يا سيدي ما نبيش منك في اسبوع، اعطيني نبيدي 14 سياره في اسبوع، اعطيني سياره اعطيني 14 سياره في اسبوع وتشوف كيف يتوفر. اما زي ما تقول مثلا في ناس معينه يبيع مثلا ينقص الحد معين لسبب معين، هذا يعيش من وراء الكواليس ما نقدرش نبيعه اكثر من كيه، فهمت؟ فربي يصلح الحال وربي يوفق البلاد، فهمت؟ وربي يلم الشامل ان شاء الله يا سيدي ديما طيب. وفي افراج قريب يعني في افراج قريب على حسب معلوماتك؟ والله باذن الله السيارات هذني والله على تحكي في باذن الله تعالى الاسبوع الجاي هذا ان شاء الله فيه الخير ان شاء الله باذن الله، لما وعدونا جن السيارات ها وان شاء الله تنحل الازمه هذه. وفاصل ونعود للمتابعه. قام موظفي وزارة التعليم العالي بعدد من الجامعات الليبية المتعثرة عقودهم لأكثر من 7 سنوات بسبب ملف الإفراجات المالية بوقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس، حيث تظاهر عشرات الموظفين أمام الوزارة مطالبين بسرعة الإفراج عن مرتباتهم المتأخرة والتي لم تصرف لهم منذ بدء عملهم بهذه الجامعات. وحول هذا الموضوع ينضم معنا حسين شلغوم موظف بجامعة الجفرة وأحد المتضررين. مرحبا بك سيد حسين، ضعنا في صورة ما يحدث والأسباب التي أدت إلى هذه الوقفة. بارك الله فيك، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طبعا الوقفة الاحتجاجية تقدمت بها الكثير من الجامعات المتضررة والموظفين، يعني الموظفين المتضررين من كثير من الجامعات من الشرقية والجهة الجنوبية وجامعات في المنطقة الغربية، يعني من كل الجامعات، يعني تنادينا مع بعضنا لهذه الوقفة الاحتجاجية. في بعض منا تجاوز المدة التي لم يتقاضون فيها 7 سنوات. طبعا بداية الوقفة كانت تالى رئاسة الوزراء، ثم اختار بعض الموظفين بيخش لوزارة المالية بش يعني يشحل من الإجراء، فقالوا لا الإجراء عند إدارة الميزانية. فتنادينا موظفين بشأن إدارة الميزانية، فنفس الشيء قالوا لنا مش فينا إدارة الميزانية، في وزارة الخدمة، يعني ولا يعطفينا من وزارة لوزارة. نعم. فبعد مشان وزارة الخدمة المدنية تفاجأنا للأسف الشديد أن بعد مشان إدارة الميزانية تفاجأنا للأسف الشديد بأن إجراءاتنا ما تحولت من وزارة الخدمة المدنية. فرجعنا مشان إلى وزارة الخدمة المدنية نقول نعرفوا الأسباب، يعني ليش التأخير؟ يعني موظف كادح يعمل منذ 7 سنوات، ليش التأخير؟ طيب استاذي يعني خليني نبي نعرف، يعني بعد ما مشيتوا له وقمتوا بهذه الوقفه يعني التحركات اللي قبلها، هل في تجاوب من الجهات المسؤوله بعد هذه الوقفه او التحركات الاخرى؟ حاليا بعد يعني مشان الوزاره الخدمه المدنيه طلع الاستاذ ابراهيم المغير رئيس لجنه الفرجات قال في بحر يعني اسبوع 10 ايام تكون يعني الموضوع شبه تام، لكن هل الوعد يعني افراج بعد العشرة او اسبوع او 10 ايام ام هو وعد نفس الوعود؟ نتمنى حتى من رئيس الحكومه السيد عبد الحميد الدبيب ينظر لها المشكل، يعني مشكل كبير. نعم. في من جامعات تعول ابناء، وفي من جامعه في من موظفين يعولوا ابناء، وفي من موظفين وفاهم الله اجلهم ما فرجوا على مرتباتهم بهي، وفي حتى في من استاذ من جامعه الاسمريه زديتن جايب للوقفه الاحتجاجيه دار حالة في نص الطريق، نسال الله له الشفاء. نعم. فنتمنى نتمنى 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 من الـ من الـ من الـ من المسؤولين اللي هم السيد رئيس الحكومه والسيد خالد مبروك ان ينظروا لها، يشحل وينظروا للمشكله هذه باش يحلوها، لان يعني احنا لم نتقاضى يعني سنوات عديده ولم نتقاضى مرتبات. طيب سيد حسين، هل عرفتوا الاسباب اللي سببت في تاخر عمليه الافراج على المرتبات اصلا؟ ما في سبب واضح، إجراءات مستوفية، الكثير من الجامعات إجراءات مستوفية من ناحية ملاك وظيفي، من ناحية ترحيلهم في منظومة لجنة الإفراج المالية، كل الإجراءات مستوفية، لكن السبب ليش ما فيش إفراج؟ ما فيش حد يقول لك على السبب شنو هو. نعم. تقول له شنو المشكلة؟ يقول لك أنت إجراءاتك ما هي مستوفية، ويوم يوم تجي تشبح تشبح مكان عملك تلقى إجراءاتك مستوفية. فالتعطيل من ما نعرفوش. فاتوا في بحر اسبوع 10 ايام قال لنا ان شاء الله تكون في حل، اذا كان ما فيش حل بندير وقفه احتجاجيه مره ثانيه وان شاء الله ونادي الجامعات يعني في وقفه احتجاجيه ثانيه راح تكون، اذا كان ما تم الافراج على المرتبات، نحن متضررين والكثير منا متضررين، وفي هذا الوقت نذكر الجامعات اللي حضرت معنا منهم جامعة جفرة ومنهم جامعة الأسمرية وجامعة سبها وجامعة المرقب والبعض الجامعات الأخرى ما يحضرني لأن الأغلبية حضروا من جميع الجامعات حضروا، فمرات ننسى جامعة ما قلت ما نذكرهاش. نعم. لكن الكثير من الجامعات حضروا. نعم. طيب حسن سيد حسن شلغوم موظف بجامعة الجفرة وأحد المتضررين كنت معنا، شكرا لك. بحث فريق مبادرة التطعيم حماية آلية نشر توعية أهمية التطعيم وكيفية إيصال صورة كاملة عن أهمية الجرعات واللقاحات مع عدد من مدراء القطاعات الطبية والتعليمية في المدينة، وكذلك التعرف على أهم معوقات القطاع الصحي في البلدية. الحملة المنبثقة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تأتي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة دعم، هذا وتستهدف في مرحلتها الأولى 8 بلديات على مستوى البلاد. نتابع. طبعا احنا نركز في الحملة هذه على زيادة الوعي وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس لزيادة الإقبال على التطعيمات.
احنا لما نتكلم على التطعيمات، طبعا التطعيمات الروتينيه سواء الاطفال او التطعيمات اللي هي تعتبر موسميه. حاليا ممكن نكونوا نكتفوا عمليه التوعيه حتى يعني نكونوا نهتموا بدور الوقايه من ظهور بؤرات جديده لبعض الامراض اللي هي ممكن بحمد الله يعني اندثرت في بلادنا. وزي ما قلت لكم يعني عندنا موظفين للتوعية يقوموا في بالتواصل مع المواطنين وشرح بعض المفاهيم اللي خاصة باللقاح وبعض الرد على يعني بعض الاستفسارات المواطنين. هي المرحلة الأولى استهدفت 8 بلديات، يعني احنا ما نتكلموش على سبب معين، يعني ما نتكلموش على مثلا بعزوف في بلدية طبرق أو بلدية بنغازي أو القصة دي، ولكن عادة احنا الحملات هذه بتكون على مراحل باعتبار المساحة الشاسعة للدولة الليبية، فعادة نقسموا البلديات على مراحل. ويعني ما فيش سبب معين مثلا ان احنا نستهدفوا مثلا بلدية طبرق. الشيء اللي خلانا احنا نكتفوا التوعية عند الناس، لاحظنا يعني في عدة مناطق في عزوف واضح، في اهمال في خاصة في التطعيمات الروتينية، فلنفرض ان التوعية كانت تعطي حوالي نسبة 20 او 25% من الاسباب اللي العزوف هذه، فاي نسبة نجاح احنا نتوقعها من الناس في زياده الاقبال على التطعيمات نعتبرها نجاح. وعندنا يعني طرق معينه لاستكشاف الاثر اللي تقوم عليه الحمله والنتائج اللي هي ممكن توصلونا. وصلت كميات كبيرة من الأعلاف المدعومة من قبل لجنة الاستقرار والمخصصة لبلدية جردس العبيد والتي تضم 8 مناطق. الحقيقة أن حصة بلدية جردس العبيد تقدر ب 18,000 قنطار، والحمد لله تم وصول الكمية وتمت في زمن قياسي سريع وبسيط ووجيز جدا. تم تسديد قيمة الكمية وفي ثاني يوم تم توريد الأعلاف لمخزن لمنطقة تاكنس، ومشكور صاحب المخزن على تبرعه بالمخزن اللي هو المواطن حش عيسى. كما لا يسعني أن أشكر الحكومة الليبية ومجلس النواب على دعمهم لمربي المواشي. طريقة التوزيع لمربي بلدية زردس العبيد بالكامل، كان عدد المربين المعتمدين حسب حصر 2019 725 مربي، وتم طريقة التوزيع يعني كل يوم حددنا منطقة، مثلا منطقة زردس خروبة يوم الأحد كان يوم 30/4، وبالتالي تم ثاني يوم تحديد منطقة الزاوية وسلعاية، وثالث يوم حيكون إن شاء الله اللي هو بكرة منطقة البنية ومنطقة سياس ومنطقة المشل، وبعدها ان شاء الله يكون يربح منطقه تكنس. يعني كل يوم كانت منطقه، وكان التوزيع سلس وبسيط، وكان في جو يعني رائع، والمربين فرحين بآليه التوزيع وبالنظام، ومشكوره اللجنه العليا على مساندتها للجنه الفرعيه زردس العبيد. نحن كلجنه متابعه للسير العمل نحب نشكر بصراحه اللجنه الفرعيه اللي هي قائمه على العمل في توزيع الاعلاف، وبرضه اللجنه الرئيسيه اللي تواصلنا مع بعض المواطنين المربين شاكرين. سير العمل الحقيقه مستمر، الوضع ماشي على قزم وساق، ونشكر جميع اللي قدم هالخدمه للمربي اللي دائما يشكي من قلاء الاسعار في ماده الاعلاف. نشكرهم ونشكر لجنه تاكنس على طريقه التوزيع متاعهم، كانت سلسه ومنظمه، بارك الله فيهم، ميزان حسناتهم ان شاء الله. وإن شاء الله اللي طالبينه بس من الدولة أنها تزيد دفعات أخرى، كل ما زيد دفعات حق سعر اللحوم وسعر المواشي في السوق حتنزل إن شاء الله بعون الله. أشكر لجنة الاستقرار على المجهودات في الأعلاف، وهذه أول دفعة بالنسبة لبلدية جردس العبيد، ونتمنى منهم المزيد والمزيد، لأن حتى العام راهو جفاف والكمية هذه ما تكفيش حتى الموال لما ياخذ علفه ممكن تمسك 10 ايام ولا 15 يوم، اكثر منه مش حتمسك. نتمنى من لجنه الاستقرار المزيد والمزيد. نشكر اللجان المشرفه على هذا الموضوع
ونشكر قناة الوسط وكل سنة وانتم طيبين. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا، أمسية طيبة وإلى اللقاء.